وعقب القفزة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وما تبعها من تغريدة وزير الصحة والتحذير من العودة للمربع الأول، دار جدل حول أسباب ارتفاع الإصابات وما هي احتماليات العودة للمربع الأول. مراسل ATV العدالة موفق العرقان استطلع رأي الشارع حول هذا الموضوع وعاد بالتقرير التالي. والله ما في أحد بالكويت يتمنى يرجع للمربع الأول، بس إذا كان المربع الأول فيه فائدة للبلد فبالطبع وزارة الصحة ووزيرها أدرى في الشأن الصحي، بس رأيي الشخصي ما أتمنى نرجع للمربع الأول. هم رجعونا للمربع الأول في قراراتهم، في أمورهم، في تعاطيهم مع المشكلة، هم اللي رجعونا للمربع الأول، لأن اللي لا ما احتووا الجائحة من الأول اللي قاعد نشوفه احنا، وراح يزيد أكثر من 900 وراح نتعدى المربع الأول. هذا مو شيء طبيعي، لأن شغلهم أبدا من بداية الجائحة ليومك هذا مو صحيح نهائيا. المربع الأول هي الموجة الأولى اللي هي كمية الإصابات والوفيات، الله يكفينا الشر، والعالم كله توقف بسبة الموجة، ما كان معروف. فالآن الناس تبيك ترجعك للحياة مرة أخرى ولكن مع الحفاظ. خلاص المرض أصبح معروف، كمامك، تلبس أي شيء، تحرص على نفسك، تباعد، هذا لك ولعيالك ولأهلك الكبار. فالرجاء المربع الأول يرجعنا للحجر القديم، إننا نقعد في بيوتنا ممكن شهر وأكثر مع الخوف. فرجاء اللي له حاجة يطلع واللي ما له حاجة يقعد في بيته، وأرجو من الشباب السهر في الديوانيات هذه بطلونه، رجاء بطلوه. والله رأيي صراحة الحظر ما نبي إحنا يرجع ثاني مرة الحظر، يعني كثر ما يقدرون الدولة ويساعدون العالم إنه ما يرجعون الحظر. فإحنا اللي علينا نسويه، الواجب اللي علينا نسويه، إنه ناخذ كل الأمور الاحترازية بهالموضوع هذا. ما يحتاج إن شغلة ضرورية، إلا الضرورية يلزم إن الواحد يحتاجها يطلع لها. أما الحين ما يفكر إن الواحد خلاص ردت الأمور مثل ما كانت، أو إن رجعت الحياة، لأن الحين الحالات قاعدة تزيد.